السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اكو ابدا اتحدث عن ظاهرة في داخل المقابر، وهاي الظاهرة انه يعني اكلم الناس اللي هم ما يعرفون بهاي القضية، وهي يعني يضح حاجته، يعني تعرفون انه يتبول على القبر او يتبول بجانب القبر. باجماع اراء المسلمين، بالاجماع المسلمين سنة وشيعة، انه لا يجوز البول على القبر ولا يجوز البول بجانب القبر. يعني ما يصير، لانه للقبر حرمة كحرمة بيت الحي. يعني انت هسه واحد بيتك، يعني بيت انه انسان حي، تقدر تدخل انه تقول يعني مثلا بداخل هذا البيت؟ ما يصير. يعني انا هسه شفت بداخل المقابر، يعني داخل مقبرة النجف، انه كثير من الناس يعني هو واضح حاجته او بايل على القبور. ما يصير، لانه اهانة لصاحب القبر، اهانة لصاحب القبر. وباجماع المسلمين سنة وشيعة محرم هذا الشيء، محرم انه البول على القبر او في او على جانب القبور. جزاكم الله خير، يعني ما اريد هاي تتكرر هاي الحالة. يعني هاي المقبرة لها حرمتها كحرمة الاحياء. لا تنسوني بافضل دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.